الحلقة دي مشوقة وفيها أخبار كتير، يا ريت تكملوا الفيديو للآخر. وفي الآخر في قصة روعة. نبتدي بمدنية نشرت البوست ده، هو بتاع حد اسمه باسم سعد، كتب: هو الجن اللي الناس بتسخره ده ملوش في الحرب، ولا هو آخره يطلق واحدة من جوزها بس؟ أيضا البوست ده والخبر ده من بنك مصر: بنك مصر يقدم قرضا لتمويل حفلات الزواج يصل إلى 300,000 جنيه. فمدنية علقت: ولو ما دفعتش هناخد العروسة. وعلى خلفية حفل تامر حسني في اسكندرية كان في تعليقات غريبة، منها: عرضها ذهب ونساؤها لعب ورجالها من غلب وأهلها تجمعهم الطبلة وتفرقهم العصا. هنا مصر في حفل غناء تامر حسني. أيضا: على أرض الجيران مصر أم الدنيا حفل غنائي وحشد مهيب للفنان المصري تامر حسني في اسكندرية، عظم الله أجر العرب والعروبة. طبعا بيسخر من مصر. وحد تاني: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقد آن لنتنياهو أن يمد رجليه. أيضا: المصريين في حفلة تامر حسني يوم أمس، غزة وفلسطين فعلا مفيش دم يا مصاريا. طبعا التعليقات ديت استفزت مدنية، فكتبت: في حالة إسهال على صفحات كتير امبارح بسبب حفلة تامر حسني، وافتكروا ان في غزة وكده، وازاي يا مصريين وجو صعبانيات وشحتفة. احداث غزة بقالها سنة، مفيش دولة عربية ما كانش فيها ماتشات وحفلات ومهرجانات الى اخره. ايضا: ليه غزة بس؟ هو الدم اليمني اقل او السوداني او السوري، ولا دول مش تبعنا؟ ايضا: مصر حصل فيها حوادث ارهابية كتير، مفيش دولة عربية او غيرها كلفت نفسها بعزة حتى مش واقفة حفل او ماتش كورة. اخيرا كل واحد يلزم بلده، احنا عارفين الترندات مدفوعة الاجر دي وما بقاش يفرق معانا، وربنا يديم نعمة الامن والامان في بلدنا، ونشوفكم على خير ان شاء الله في حفلة عمرو دياب او منير، وهتكون اكبر. ايضا توفيق نشر الصور ديت من حفل تكريم فؤاد المهندس وابنه بيستلم الجايزة، وفي واحدة مرديتش تسلم عليه على اساس ان هي ما بتصافحش الرجال، فكتب: عشان الموضوع ده مستفزني جدا، محدش يقدر يلوم على حد انه ما بيحبش غيره يلمس جسمه، عادي، هو دي حدود جسمه الشخصية، واللي هو ما بيحبش حد يتجاوزها لأي سبب بقى مهما كان. فلو انت شايفة انك ما بتحبيش تسلمي بالايد فده حقك، محدش يقدر يلومك عليه اطلاقا ولا يقولك لا، بس من فضلك ما تبقيش تحطي نفسك بإرادتك في موقف تبقي عارفة انه في حد قدامك هيسلم عليكي قدام حشد من الناس وتصوير وفيديو، وهو ما يعرفش انك ما بتسلميش وتحرجيه قدام كل الناس كده. دلوقتي ده حدث كبير وبيكرموا فيه الفنان فؤاد المهندس، واللي بيستلمها عنه هو ابنه، واللي اصلا هو جد كبير يعني في الستينيات مثلا ان ما كانش سبعينيات، ويطلع على المسرح قدام الجميع والكاميرات بيسلم على الموجودين كأي شخص مكانه محترم بيشكر الناس، عشان يمد ايده للي ماسكه الجايزة مفروض بتكرمه يلاقيها مش راضية تمد ايدها وتتحكله. طب طلع طيب مشاركة في الموضوع ليه وانت عارفة ان اللي طالع هيسلم؟ ليه تحطي حد كبير في الموقف ده والدنيا كلها بتتكلم على الموضوع؟ لو مهتمة اوي تطلعي في التكريم ليه ما وضحتلوش قبلها انك ما بتسلميش، عشان هو ما يمدلكيش ايده وتحرجيه في موقف مهم زي ده قدام الكل. على فكرة لو انت شايفة ان ده من الدين فنفس الدين برضو كلمك عن مراعاة مشاعر غيرك وعدم ضرهم بقول او فعل، بس هو عشان راجل كبير وشخص محترم تجاهل اللي حصل وانتقل على اللي بعدك. نيجي بقى لكارثة وضحتها هالة سرحان، نشرت البوستات ديت في مجموعة اسمها حكايات سورية في مصر. واحدة بتسأل: زواج الست السورية المتزوجة من رجل سوري وبدها تتجوز بمصري كرمال الإقامة، يعني عشان الإقامة، شو طريقة الإجراءات ومن وين الواحد بده يبلش يعني يبدأ؟ وشو وضع موافقة الأب إذا ما كانت البنت بكر؟ أفيدوني بكل الخطوات لو سمحتوا. فحد رد عليها قال لها:
فيكي تتجوزي مصري وهو يعمل لك وكالة ودعوة على حسابه، ولما تكوني بمصر اخلعيه. كتير من الصبايا عم تعمل هيك. وفي مجموعة تانية اسمها اللمة السورية في مصر، حد بيسأل بيقول أنا سورية ومكتسبة الجنسية المصرية من زوج مصري وعندي بنتين من أب سوري، وهل لأ يعني دلوقتي يعني حصلوا على الجنسية المصرية؟ بالنسبة بقى لأوراق المدارس وتحويلهم من سوريين وافدين إلى مصريين، ونشرت هالة سرحان بقى التعليق ده، هو يا سادة يا مسؤولين قلنا وبنكرر الأوضاع أصبح فيها أشكال من الاستغلال والمتاجرة وأشياء غريبة. مصر وشعبها وجنسيتها وقامتها أعلى وأنقى وأرقى وأطهر منها. وهالة سرحان علقت على كل اللي فات وكتبت هذا تحايل وتزوير علني في البوستات المرفقة. يعني إيه لاجئة تقول أنا متزوجة من سوري وعايزة أتجوز مصري عشان الإقامة؟ الحالات دي واللي بيشجعوهم هيجيبوا لنا الكافية. لابد من إعادة تقييم وفرز وقوانين مشددة. حد كتب لها دكتورة هالة ماذا حدث لمصر؟ هو في كده في أي بلد في العالم؟ هل الرئيس السيسي يقبل بذلك؟ هل الحكومة تقبل بهذه الفوضى؟ يا خسارة يا بلدي. محمد كتب قانون منح الجنسية بالكوبري ده خيانة. كتير من السوريين بيعملوا الموضوع ده، بيبعت السوري مراته تتجوز وتتجنس وتجنس عياله وبعد كده تجيب له إقامة على عياله. شيء عدى الخيال. من ناحية تانية المستشار أحمد عبد ماهر كتب بين العلم والجهل والعمل والفلاح. حينما نكون عالة على الشعوب المتقدمة حضاريا وعلميا واقتصاديا فنستورد كل مستلزمات حياتنا منهم، فلا يمكن أبدا أن نظل نردد ونهتف بأننا خير أمة أخرجت للناس. بينما نحن إن تخلى الناس عنا فإننا سنعيش في غياهب ظلمات جهلنا وكسلنا وأمراضنا العضوية والنفسية. فلقد قال ربنا وقل رب زدني علما، لكننا تأخرنا بجهلنا. وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فلم نعمل. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكننا تفرقنا ولم نتحد في وجه دولة الكيان، بل تفرقنا وخان بعضنا بعضا. فنحن الأمة التي لم تفلح دينا ولا دنيا. في تعليقات كتيرة جات له، منها عايدة كتبت تصدق فعلا كلامك صح، راوية كتبت صح جدا للأسف الشديد، أبو علي كتب أبدعت بهذا المنشور، كلمة الحق تقال، سنبقى خلف الأمم ولن تأتينا معجزة لنتقدم. أهل السنة ينتقدون بعضهم البعض ومثلهم أهل الشيعة، ومع التأكيد على استغلال الوقت فهم هدروه بالمناكفات ومن جلالة علومهم بحثهم عن سقطات الخصم. غدا كتبت صدقت، أمة مهما تقدمت لا عندها رحمة ولا دين ولا إنسانية ولا أخلاق. أيضا كتب المستشار أحمد عبد ماهر إلى علمائنا المسلمين كيف تستحلون التداوي بشرب أبوال البعير بكتاب البخاري وتمتنعون عن شرب الخمور؟ وكيف يكون كشف شعر رأس المرأة حرام بينما كشف ثديها لترضعون منه حلال فيما تطلقون عليه إرضاع الكبير؟ فأين ميزان عقولكم؟ وحد نشر في التعليقات الصورة ديت النبيذ من العنب نجس ويحرم شربه، والبول من الإبل طاهر ويجوز شربه. أيضا كتب المستشار أحمد عبد ماهر غالبية الشعب العربي المسلم يسارعون بتكفير من يختلف معهم لأن أدمغتهم أحادية الفكرة، لذا صرنا أمة متخلفة ولم نساهم حضاريا ولا علميا. حد كتب له رغم أني أختلف معك في بعض كتاباتك إلا أني أحترمك وأقدر أفكارك. حد تاني كتب له صدقت. حد تاني كتب له يملأ قلوبنا الحسد. من ناحية تانية كارثة جديدة مهاجر نيوز كشفها على موقعه، محظوظة لأنني لم أتعرض للاغتصاب، شهادات نساء في ليبيا. تحدث مهاجر نيوز مع مجموعة من النساء السوريات اللواتي وجدن أنفسهن على متن سفينة البحث والإنقاذ جيو بارنتس في وسط البحر الأبيض المتوسط. تحمل هؤلاء النساء
اللواتي هربن من أوطانهن وفي قلوبهن آمالا وطموحات لمستقبل أفضل لهن ولأطفالهن. قالت آية لموقع مهاجر نيوز على متن سفينة جيو بارنتس بعد إنقاذها: كنت محظوظة للغاية لأنني لم أتعرض للاغتصاب في ليبيا على عكس العديد من النساء والأطفال الآخرين. على متن السفينة كان هناك أيضا 13 امرأة سورية و34 طفلا من بينهم طفلان دون الثالثة سنا. أمضت معظم النساء والأطفال أسابيع بل ربما أشهرا في ليبيا قبل أن يستقلوا القارب الخشبي في محاولة للوصول إلى إيطاليا. وأضافت نيمة وهي أم سورية شابة: كنا خائفين للغاية في السجن في ليبيا، قال لنا الآخرون أن الحراس يجبرون الأطفال على ممارسة الجنس مع بعضهم البعض ويقومون بتصويرهم ويجبرون العائلات على المشاهدة. وتوضح منظمة أطباء بلا حدود أن العديد من النساء اللواتي تم إنقاذهن من البحر حوامل نتيجة اغتصاب في ليبيا أو على طريق الهجرة أو حتى في بلدانهن الأصلية. وأشارت المنظمة الإنسانية الدولية إلى أن العديد من النساء اللواتي ينقذن، خاصة اللواتي يسافرن بمفردهن، يروين قصصا مروعة عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي في ليبيا، بينما تعاني أخريات من صدمات شديدة تجعل الإفصاح عما مررن به أمرا صعبا بسبب الخوف الكبير. ناحية تانية الدكتور خالد منتصر نشر البوست دهوت والأخبار دي: الدنمارك أسعد دولة، قاطعوا المنتجات الدنماركية، أرباح ماكدونالدز الأمريكية ترتفع 7% في الربع الأخير. وكتب الدكتور خالد: لما قطعنا الدنمارك أصبحت أسعد دولة في العالم، ولما قطعنا ماكدونالدز وبيبسي وستاربكس مكاسبهم العالمية زادت وأسهمهم ارتفعت. هو للدرجة دي أمتنا عالة على العالم؟ الظاهر إننا خير أمة بس على الآخرين مش على نفسنا. عماد كتب: المقاطعة للأسف أثرت على أخواتنا المصريين اللي شغالين في هذه الشركات واللي بيعملوا لهم سبلاي، يعني المصانع المصرية اللي بتورد الزجاجات والخبز وأي مكملات لهذه الشركات. وحتى عمال التوصيل المصريين البسطة في هذه الشركات اتأثر دخلهم في ظل الارتفاع في الأسعار. أيضا دكتور خالد منتصر نشر البوست بتاع طارق: طريق شرم الجديد بداية من رأس سدر وحتى شرم الشيخ، طريق عالمي لمن يريد من السياح الاستجمام في شرم الشيخ، يوجد عليه 6 استراحات تقريبا في الاتجاه الواحد ذهاب وعودة. ماذا فعلنا في هذه الاستراحات؟ إذاعة قرآن بمكبرات الصوت 24 ساعة داخل الاستراحة وخارجها، وعدم تقديم المشروبات وقت الصلاة. ولاحظت أيضا إحجام السائحين عن دخول الحمامات نظرا للرائحة المنبعثة منها. نرمين كتبت: دي كل دولة بقى هتبوس رجلينا عشان نقطعها على كده. عادل كتب: ضربين الاقتصاد الوطني في مقتل والدولة بتتفرج عليهم، سياحة وبنوك وإنجاب وصحة وتعليم، الناس دي سايبينها ليه؟ ياريت اللي بينزل بوست يهدم في قوت أو يحرق مصادر دخل الغلابة في بلد يتحاكم، والفعل معروف. هو فيه ايه؟ احنا بنشحت البلد؟ البلد جالها الفقر من سرطان الإخوان والسلفيين ضربين الاقتصاد في مقتل تحت سمع وبصر كل الأجهزة. حد كتب: الدنمارك من أسعد الدول في العالم لأنها فصلت الدين عن الدولة، لا للمؤسسات الدينية في مصر. أيضا نشر الصورة ديت الدكتور خالد منتصر، والخبر ده من القاهرة 24، خالد الجندي ضمن لجنة لمراجعة فيلم الملحد. وكتب الدكتور خالد: في عام 1959 كان نجيب محفوظ رقيبا، وفي عام 2024 أصبح خالد الجندي رقيبا. 65 سنة تلخص إلى أين انتهت أحوال الثقافة والعقل في مصر. تحديث: المقصود طبعا أن رجال الدين أصبحوا رقباء اجتماعيين وليسوا رقباء معينين في وزارة الثقافة التي تبذل أقصى طاقتها في رفع الشأن الثقافي. الثقافة لها جناحان: جناح اجتماعي يؤثر فيه المزاج السلفي على الفنون، وجناح رسمي ممثل في وزارة الثقافة فيها أشخاص
يحفرون في الصخر لرفع المستوى الثقافي في ظل إمكانيات بسيطة. أيضا نشر في التعليقات الخبر ده من اليوم السابع عشر جرائم ارتكبتها حماس بحق مصر، تربحت من السلع المصرية المنهوبة وتورطت في اغتيال بواسل الجيش المصري بسيناء، واقتحمت سجون مصر في 2011، وارتكبت جرائم على الحدود في 2008، وقتلت المتظاهرين بميدان التحرير. عبير منير كتبت: عايزين يلغوا الفن والفنانات والفنانين بأي شكل. فالدكتور خالد رد: بيعملوا لهم قالوا. سامح كتب: ده إثبات إضافي بتقسيم الحكم بالتراضي بين الدولة العسكرية وتسيير مصالحها الخاصة وبين الدولة الدينية وترسيخ سيطرتها ووصايتها على الشعب وكل مؤسساته. حد تاني كتب له: بدل خالد الجندي ونجيب محفوظ اتكلم عن رفع الدعم ومعاناة الشعب اللي شغلها أكل العيش، وقف جنب الناس مرة. فالدكتور خالد رد عليه قال له: معقولة أنا أقف وأنت قاعد؟ حد كتب: ما هي مؤهلات خالد الجندي في الفن؟ هذا عمل فني، ما دخل الشيخ فيه؟ معتز كتب: كأننا مجتمع من الأطفال وبابا بيحدد لنا ينفع نقول ايه وما نقولش ايه، ونشوف ايه وما نشوفش ايه. من ناحية تانية المستشار عبد المجيد جابر نشر البوست ده هو لحد كتب: 370 جنديا اسرائيليا شاركوا في المواجهة ضد الصنوار، واشتبك معهم مدة 6 ساعات متواصلة، وتم اطلاق 60,000 رصاصة اثناء الاشتباك معه، وشاركت الآليات الثقيلة في الاشتباك، وتدخل سلاح الجو في المعركة. قتل الصنوار 2 من جنود جيش الاحتلال أثناء الاشتباك، فلجأ جنود الاحتلال لطلب تعزيزات عسكرية إضافية وصلت إلى موقع الاشتباكات. فالمستشار عبد المجيد جابر كتب: شفتوا كذب الإخوان؟ والكلام ده بعد كده هيبقى حقيقي على فكرة. فن صناعة الأساطير والأصنام برعاية جماعة الإخوان. حد كتب له في التعليقات: قيل سابقا اكذب من أجل نصرة الدين، وتم إضافة كذبة أخرى: اكذب من أجل نصرة المقاومة والبطولة الفردية، وهذا حلال حلال حلال. أيضا نشر البوست ده: في كوكب اليابان لن ترى مساجد أو كنائس، لن تسمع ميكروفونات تؤذن ليل النهار أو أجراس تدق، لن ترى الناس يذهبون للعبادة، ولن ترى المشايخ والكهنة في القنوات التلفزيونية وهم يعلمون الناس كيف يأكلون ويشربون وينامون ويقضون حاجتهم، ولكن سترى العبادة الحقيقية في الشارع وفي المواصلات وفي المدارس والمعامل، ستراها في المستشفيات، ستراها في احترام القانون والنظام والأخلاق ومراعاة الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم. فحد كتب له: أنا مش شايفة أن الكنائس بتعمل أي شو، بالعكس احنا بنصلي جوه الكنيسة، واللي معدي من الشارع جنبها مش بيسمع حتى صوت القداس، ولا بنقول خطب ووعظات صوتها يجيب لآخر الشارع. لا طبعا، الكنيسة بتحترم مشاعر الآخرين ولا تزعج أحدا. مدنية كتبت: اللي أرى عن الإخوان هيعرف أنهم محترفين تأليف وصناعة أساطير بالكذب، يعني حكايات زينب الغزالي في الحبس وإزاي دخلوا عليها أسود ونمور وتنين مجنح وهي في الحبس، وحكايات سيد قطب المرجع الأول للجماعات التكفيرية وهو رايح الإعدام، وأقوال بقى ومواقف وصمود وشحتفة. وعندهم واحد اسمه عبد الله عزام ألف كتب عن الجماعات في أفغانستان أيام الغزو وإزاي التراب بيتحول لقنابل، أو واحد أفغاني اصطاد طيارة بنبلة أو وقف قدام دبابة بصدره. بالمناسبة الكلام ده كان بيتوزع شرايط كاسيت، وكانت أسر الإخوان بتقوله بين المحاضرات في الجامعات، وبالأخص الجامعات العلمية الكبيرة زي الطب والهندسة. وأخيرا حكايات سيدنا جبريل في رابعة اللي احنا سمعناها جميعا. فموت شخص زي الصنوار هتلاقي عليه من دلوقتي حكايات أكتر، عشان يستغلوا تعاطف الناس وعصيت الصنوار بقى وشال الصنوار، ولو الزمن مختلف كانت عمله مقام. حد كتب في التعليقات: ومعظم الناس بتصدق.
وحد تاني كتب الحمد لله على نعمة مواقع التواصل. نيجي بقى للقصة اللي قلتلكوا عليها في البداية. في احدى الليالي جلست سيدة في المطار لعدة ساعات في انتظار رحلة لها، واثناء فترة انتظارها ذهبت لشراء كتاب وكيس من الحلوى لتقضي بهما وقتها. فجأة وبينما هي متعمقة في القراءة ادركت ان هناك شابة صغيرة قد جلست بجانبها واختطفت قطعة من كيس الحلوى الذي كان موضوعا بينهما. قررت أن تتجاهلها في بداية الأمر، ولكنها شعرت بالإنزعاج عندما كانت تأكل الحلوى وتنظر في الساعة، بينما كانت هذه الشابة تشاركها في الأكل من نفس الكيس. حينها بدأت بالغضب فعلا، ثم فكرت في نفسها قائلة: لو لم أكن امرأة متعلمة وجيدة الأخلاق لكنت زعقت في البنت ديت. وهكذا في كل مرة كانت تأكل قطعة من الحلوى كانت الشابة تأكل واحدة أيضا، وتستمر المحادثة المستنكرة بين أعينهما وهي متعجبة بما تفعله هذه البنت. ثم قامت الفتاة وبهدوء وبابتسامة خفيفة باختطاف آخر قطعة من الحلوى وقسمتها نصين، وادت السيدة نصا بينما أكلت هي النصف الآخر. أخذت السيدة القطعة بسرعة وفكرت قائلة: يا لها من وقحة، كما أنها غير مؤدبة حتى أنها لم تشكرني. بعد ذلك بلحظات سمعت الإعلان عن حلول موعد الرحلة، فجمعت أمتعتها وذهبت إلى بوابة صعود الطائرة دون أن تلتفت وراءها إلى المكان الذي تجلس فيه تلك السارقة. وبعدما صعدت إلى الطائرة ونعمت بجلسة جميلة هادئة، أرادت وضع كتابها الذي قاربت على إنهائه في الحقيبة، وهنا صعقت بالكامل حيث وجدت كيس الحلوى الذي اشترته موجودا في تلك الحقيبة، وبدأت تفكر: يا إلهي، لقد كان كيس الحلوى ذاك ملكا للشابة وقد جعلتني أشاركها به. حينها أدركت وهي متألمة بأنها هي التي كانت وقحة غير مؤدبة وسارقة أيضا. كم مرة في حياتنا كنا نظن بكل ثقة ويقين بأن شيئا ما يحدث بالطريقة الصحيحة التي حكمنا عليه بها، ولكننا نكتشف متأخرين بأن ذلك لم يكن صحيحا. وكم مرة جعلنا فقد الثقة بالآخرين والتمسك بآرائنا أن احنا نحكم عليهم بغير العدل بسبب آرائنا المغرورة والتي تكون بعيدا عن الحق والصواب. هذا هو السبب الذي يجعلنا نفكر مرتين قبل أن نحكم على الآخرين. دعونا دوما نعطي الآخرين آلاف الفرص قبل أن نحكم عليهم بطريقة سيئة، وكما قال الكتاب المقدس: ولا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، في إنجيل لوقا الأصحاح 6. وليتمجد اسم الرب. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.